يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المؤذن الذي ينصب لفظ رسول الله في الأذان هل يجزئ أذانه أم أنه يؤمر بالإعادة؟ هذا لحن، هذا يسمى باللحن. يقولون فيه لغة، فيه لغة أن تنصب، أن تنصب المبتدا والخبر، لكن هذا من غرائب اللغة ولا تأتي به العبادة والأذان. فيقال محمد رسول الله، هذه جملة مبتدا وخبر تدخل عليها أن، تقول أشهد أن محمدا رسول الله، فافتح الأول ويبقى الثاني على رفعه، محمد وأن محمدا رسول الله، هذا اللفظ العربي المعروف. الظاهر أنه ما يصح الأذان لأنه ما جاءت الفائدة، كما قال الأعرابي الذي مر ذكره، ما جاءت الفائدة التي يتم بها الكلام. نعم.